حضرتك أعرف منك قصة شهيد لا تنساها أبدا. اولا حضرتك ما تبصليش بعين رضية، لازم تعرفي لتدخلن المسجد الحرام باذن الله محلقين رؤوسكم ومقصرين. انا جبت الطيارين بتوع اللي هم الطيارين الانتحاريين دول، وقلت لهم اللي مش هيحلق شعره على اسرائيل مش هيحط رجله في طياره ولا هينول شرف الشهاده او شرف انه بيقاتل في سبيل الله. جميع الطيارين اللي كانوا معايا حلقوا شعرهم، وانا حلقت شعري وما طلعش تاني.